جالها مع واحد كده شايل الصورة اللي جاية بقى في البوست عندي. 220 87 13 اكتب الرقم ده كام؟ 220 87 13 220 27 220 87 13 200 520 87 13 يعني زي تدريب كده بالظبط. هو المشكلة الموضوع دوت في لما في مثلا بتحلل جيل زي ما انتوا جيل كده انا اتعذبت اصلا قبل ما عملنا جيل دوت. لا والله طبعا هو اصلا الموضوع دوت عليه قلق لسه يعني مش عارف. لان انا حتى حاليا بعمل شركة حاجات طبية كده تبع مع نفسك؟ لا لا مش لوحدي نفسي. فمشكلة التدريب دي اصلا بتبقى هي مشكلة سواء كان عمليا او نظريا. هي عايزه في كونتراكت تعرض عليها وتشتغل فيه. بس انا بقى لا بنشتغل في الموضوع عشان هو معظم اصلا السنتر الموجوده كان مش هنا تقريبا مش هنكتب طبعا عشان ما غالبا ما بالظبط. بس هو الشمس اصلا من حول القاهره بكتير بالعكس. لا اكثر بالعكس هي بتشوف النور بس قلت لك انك عين شمس هم على كثره بس بيفهموا انا بشوف اللي بيفهموا لكن هو ان شاء الله 20 87 13 لا ان شاء الله انا اصعب كده. لا ان شاء الله محدش عرفك ان شاء الله لما يجي 24 ثلاثه محدش عرفك بكره لما يبقى سنه 2 ثلاثه انا بنت اصعب. لا والله اكاديميه اصعب. لا والله اكاديميه اصعب يعني ما بيقدرش الفرنش اللي انتوا بتاخدوه في الكهرباء. الفرنش ده اول سنه طب اصلا على سنه كده اللي هو كان 2009 اول سنه أول جزء أنت أنا ما كنت دفعت أنت. أنت دفعت أنا بقى شوفنا أنا مرفوس مش بقى. حلو. وأصلاً في الخليج كم؟ الجيل الثاني ابتدوا يتكلموا على اهميه ان انا استخدم استراتيجي ماب وهنقول ليه. الجيل الثالث ان انا بقيت تفسيري ان انا من الفيجن لا لازم اوصل لكل الحاجات دي. ليه الرؤيه بقت مهمه جدا واهميه الرؤيه. واهم حاجه عندنا يعني عندنا مثلا دوله زي مصر عندنا قيم بتاعتنا طبعا تدهورت كانت جدا. طبعا انا بعمل الكلام ده في حاجه بنسميها الكور فاليوز. ايه الفاليوز اللي عندي؟ ايه الفاليوز اللي انا عايز احققها في الشركه او في البلد؟ فلو انا مثلا عايز شايف ان في مشكله في المواصلات في النظام في الكذا في الاخلاقيات في السلوكيات الكلام ده كله يعني عايزين نفهم بس انها عمر ما في حاجه هتتغير الا لما اديرها. اي حاجه عايز اغيرها لازم اديرها. فلما يجي حد عايز طبعا يدور على شماعه اي وزير ولا حاجه يقول لك شايف السلوكيات هي دي اللي مبوظه البلد. ليه؟ لان انا عارف ان دي حاجه يعني ايه ما خارجه عن ارادته محدش هيقول له طب غيرها. هي السلوكيات اتعملت من ايه؟ ما احنا اللي انتجنا الناس دول ومن النظام ومن الميديا ومن القانون ومن معلش وخليها مش عارف كذا ومفيش عقاب ومفيش كذا وفي ناس بتطبق عليها قانون وناس ما بتطبقش كل ده هو اللي خلق هذه السلوكيات. السلوكيات دي ما اتخلقتش الناس دي ما اتولدتش كده. احنا اللي عملناها كده. احنا نظام التعليم بتاعنا ونظام السيستمز كلها اللي موجوده هي اللي عملت الناس بهذا المنظر. فعايزين نغير هذا الكلام يبقى لازم نغير الطريقه اللي احنا بندير بيها، حتى السلوكيات تدار، حتى القيم تدار. فالاول لما بنحدد ايه القيم اللي عايزين نغيرها بنديها برضه طريقه ان احنا انما لما نقعد نتكلم عنها كده ما هي عمرها ما هتفضل كده. يعني ده اللي احنا بنتكلم عليه عشان كده انا يعني ده مش هجوم شخصي على مهندس محلب او غيره او غيره او غيره لما اقول له انت بتعمل اداره بالتنطيط لان اللي بيعمله ده ولا حاجه. لما يقعد يتنطط كده 20 سنه يعني يروح مستشفى شاطب ويمشي يروح المستشفى قافلينه او يطلع انه ما كانش في مستشفى وجابوا له دكاتره مخصوص بس عشان هو يبقى موجود.
يمشي من هنا يروح للصرف الصحي يدوس على الزرار تطلع له الميه الغداء يعني وما عملش حاجه. طب ما هو مش هيعمل حاجه المره الجايه هتبقى نفس الكلام، القطر هيخبط في القطر والقطر مش عارفه كذا يعني ونفس الكلام ده. يعني هو مش هيتغير لوحده، طول ما انا قاعد سايبه يعني عشان يتغير حاجه لازم اديرها، وعشان اديرها لازم اقيسها، وعشان اقيسها لازم احقق لها واحد مسؤول عنها. فلازم يبقى دي حاجه من الحاجات الرئيسيه في الاداره المفهومه، ان عايز اغير لازم ادير يبقى لازم اقيس لازم اعين مين المسؤول عن هذا القياس عشان اقدر احاسبه بعد كده، يبقى في accountability. لا احنا ماشيين بالبركه يعني، هو يقول لك يعني لا احنا يعني هنا ولا في الطريقه؟ لا في السيستم طبعا في طريقه معينه زي ما قلنا 1 2 3 وكذا، وهنتكلم عليها بيعملوا ايه بالظبط يعني وليه؟ يعني الاربع مناظير اللي اتكلمنا عليهم دول احنا قلنا في الاول في فاينانشال، وبعدين في كاستمر، وبعدين في الانترنال اوبريشنز، وبعدين في الليرنينج اند جروث. في كل واحده فيهم الفاينانشال طبعا انا عايز اوصل لهذا الكلام، لازم ابتدي من تحت ده ايه؟ اللي هو الهيومن كابيتال والانفورميشن كابيتال والاورجنايزيشن كابيتال، هم دول اللي لازم اغيرهم عشان ادرب الناس واحسن الطريقه اللي هم بيشتغلوا بيها، فيطلع في الاخر البروسيسز دي اللي هي في النص دي يطلع احسن برفورمانس واحسن برودكتس. لما يطلع الكلام ده الكاستمرز يشتروها وهم مبسوطين. الكاستمرز بيدور على ايه؟ بيدور على البرايس والكواليتي والفيتشرز والحاجات كلها، فلو لقاها ولقاها بسعر كويس وجوده كويسه هيبقى يدفع الفلوس وهو مبسوط. دفع الفلوس وهو مبسوط يبقى الفاينانشال بتاعتك تارجت اتحققت. ففي كوزن افكت بين المراحل الاربعه، مش مراحل كده تخدع بباطا. المهم ان في كل واحده من دول لازم افتكر ان انا عشان ادير حاجه لازم اقيسها. لازم اقيس لكل واحده او كل فاليو درايفرز من دول. طيب ليه انا بعمل الاستراتيجي ماس ونعمل حكايه الالاينمنت دي وبنقول عليها؟ لان حاجتين مهمين قوي، بنعمل حاجه اسمها فيرتيكال الاينمنت وهوريزونتال الاينمنت. يعني ايه فيرتيكال الاينمنت وهوريزونتال الاينمنت؟ يعني في اول ليفل ده اللي هو الليفل الاولاني، لو انا بعمل البالانس سكور كارد والاستراتيجي ماس بتاعته دي ليفل 1 اللي هو مثلا زي ليفل رئيس الوزراء عندنا، وبعدين ينزل مثلا يا اما جوه شركه للبيزنس يونتس او يعني اي حد، يبقى واعمل بعمل بعد كده استراتيجي ماس بتاعته والبالانس سكور كارد بتاعته، بعدين ينزل لليونتس، وبعدين لحد ما ينزل للانديفيدوال. الانديفيديوال يبقى عنده حاجه اسمها تاسك اند تارجت. الانديفيديوال ده لما يحقق الكلام بتاعه يبقى فوقيه اللي هو السكشن او ديبارتمنت هتحقق الاهداف بتاعها، يبقى اللي فوقيها هتحقق الاهداف بتاعها، يبقى الشركه كلها هتحقق الاهداف بتاعها او الدوله كلها هتحقق الاهداف بتاعتها. كلها مرتبطه. فكل الناس بتعمل بالمنظر ده بيحصل الاين، بيحصل استفاضه. ودي حاجه من الحاجتين اللي احنا قلنا عليهم مهمين جدا عشان كده بنستخدمها. طب ايه الهوريزونتال الاينمنت؟ ان انا عايز كل الناس يشتغلوا بنفس السيستم ونفس يعني كده ما ينفعش ان انا اجي اقول على فكره انا هعمل استراتيجيه للتعليم. ده زي ما بيعمل. اوكي. ليه طب ما ينفعش؟ عشان حكايه الهوريزونتال دي. لما تيجي تبقى وانت بتعمل استراتيجيه للتعليم جيت قلت انا عايز ادي تحفيز للمدرسين. هيجي وزاره الماليه هتقول لك ما انت ما قلتليش حاجه عن الموضوع ده. وزاره القوى العامه هتقول لك ده خروج عن مش عارفه كذا، ووزاره مش عارفه العدل هيقول لك ده طبقا للماده مش عارفه ايه والقانون مش عارفه كذا، انت لا يحق لك مش عارف كذا، والراجل بتاع جهاز مركزي المحاسبات هيجي يدخلك في السجن. ففي النهايه يبقى جيت عملت استراتيجيه لوزاره لوحدها بدل ما تعمل استراتيجيه متكامله للدوله كلها هتخش السجن غالبا يعني مش هتعمل حاجه خالص. فده عشان كده يا اما تنفذ في شركه يا اما تتنفس في الدوله كلها، ما ينفعش تيجي على حته كده ضمانه كده وتقول لي طب اعمل لي استراتيجيه هنا في الحته دي. ما ينفعش. فعايز اعمل استراتيجيه لازم تبتدي من عند الرئيس نفسه. الرؤيه زي لولا دي سيلفا، زي مهاتير محمد، زي محمد بن راشد في دبي، زي كل الناس دي قال لك انا عايز اعمل كذا. لما قعد جاك ويلش في جنرال الكتريك مسك جنرال الكتريك كان الريفينيو بتاعتها 13 بليون دولار في السنه. وصلها ل 500 مليار دولار في السنه.
فيعني حاجة 40 مرة تقريبا. لما وصلها 40 مرة هو قاعد 20 سنة، يعني معناها كل سنة في الأفريج كان بيعمل ضعف الريبين. ده اللي بنسميه ليدر. مهاتير محمد نفس الكلام، مسك الناس كان الدخل بتاعهم تقريبا 100 دولار، وصلهم دلوقتي 10,000. لما يوصل واحد من 100 دولار ل10,000 دولار، تخيل انت يعني 20 ضعف. يعني انت لو بتاخد 1000 جنيه هتاخد 20,000 جنيه، تخيل حتى تفتكر. واللي بياخد 20,000 هياخد 400,000. يعني ده الكلام بتاعي كان مع عصر بيه، كان بيقول انا هستفيد ايه لما نعمل شركه للاداره وتدخل لنا 10 مرات قد البتاع. فقلت له والله لو دخلت 10 مرات مصر دخلها 10 مرات سيادتك تاخد 40,000 جنيه مرتب، هيبقى 400,000، فبالتالي هتقدر. فيعني الفكره دايما بنقول في التغيير مهم قوي ان احنا نفهم انها تبقى وين وين لكل الناس. وبالعكس لو انت ما عملتوش هيبقى وين لوز، ما ينفعش ان انت تغير حاجه وانت وين لوز، يعني عمرها ما هتنجح. دكتور هنسيب النقطه الاناليتيك، عايز افهم ده اللي هي ديجيتال فيرتيكال. اوكي، هو فيرتيكال الاينمنت يعني عايز الناس كلها تشتغل مع بعض، يعني ما يبقاش زي ما بنقول كده 34 وزاره تبقى كل واحده جزيره منعزله. لا، انا عايزهم هم والحاجات اللي تحتهم من 800 حاجه اللي تحتهم واللي تحتهم واللي تحتهم لحد ما تنزل الانديفيديوز كلهم يشتغلوا في اتجاه واحد. ان انا بحدد لكل واحد ايه الاهداف بتاعته، وبحط لكل واحد استراتيجي ماب، وبعمل له حاجه اسمها بالانس سكور كارد. بيبقى البالانس سكور كارد ده عليه مؤشرات الاداء، وهنشوف طبعا الديتيلز لما يعني لما تشوف الديتيلز يمكن تفهم اكتر يعني مقصود ايه بكل حاجه. وطبعا يعني هنا بس بنقول في الالاينمنت في حاجه اسمها شير سيرفيسز. يعني ايه؟ كده باجي في اي جروب بلاقي ان الافيد ان يبقى عندهم مثلا وان فاينانشال ديبارتمنت، ما يبقاش 33 شركه كل واحده عندها فاينانشال ديبارتمنت بتاعتها. يبقى فاينانشال ديبارتمنت، الاتش ار، الحاجات الاي تي، الحاجات المشتركه، البرتشيزنج، المشتريات، تبقى كل دي حاجات مشتركه بنسميها شير سيرفيسز. اقدر ان انا اتوفر خدمات لكل الشركات اللي شغاله في الشركه دي، فتبقى اوفر بكتير جدا، بنسميها شيرد سيرفيسز، فبتوفر جامد جدا. طيب عمليه ان انا اجي اطبق واعمل شغلير دي احنا بنسميها دايما بيبقى في كوميونيكيشن بروبلمز. يعني اوريدي انا بتكلم واللي بيسمعني حد ثاني مختلف تماما عايش في عالم اخر، فبنقول ان احنا محتاجين نكلمه 7 مرات بـ7 طرق مختلفه. يعني ايه 7 مرات بـ7 طرق مختلفه؟ يعني الاول بكلمه ايميل، بكلمه مثلا ميلز، بكلمه بعمل له ورك شوب، بكلمه ببعت له جواب، ببعت له كذا، بخليه يحضر تريننج، بخليه. ففي عده وسائل الاتصال لازم استخدمها كلها عشان اعمل تغيير. ما ينفعش استخدم يعني حاجه واحده متوقع ان انا ادوس على زرار يبقى الناس اتغيرت. لا، التغيير بياخد وقت، بياخد بروسيس، وهنتكلم عليه الموضوع ده لانه طبعا موضوع مهم جدا، موضوع تشينج مانجمنت. ده السلايد اللي احنا قلنا عليه. يعني طبعا الفكره نفسها انا ممكن اعملها بمنتهى البساطه، بس عشان ما تبقاش كوبي رايت وزع على مستر برايس ووتر هاوس كوبرز، لكن دول صحابي يعني، فواخدها زي ما هي مع دوم. ان انا عايز الحاجتين فوكس والاينمنت عشان اوصل لاحسن برفورمانس وليدر شيب. يعني يبقى لازم التركيز ولازم الالاينمنت. التركيز عشان ما ينفعش ان انا اضيع مجهودي على كل الحاجات زي ما بيحصل دلوقتي، المثلث الذهبي، مش عارف منخفض القطاره، مشروع قناه السويس، مشروع مش عارف كذا، توشكا مش عارف كذا، في الاخر مش هعمل حاجه، في الاخر هتبقى زي توشكا. فلازم التركيز، لازم اركز في اركز في ايه؟ اركز في الصناعات كثيره العماله. ايه الصناعات كثيره العماله؟ اللي هي الغزل والنسيج، الالكترونيات. ليه؟ عشان دي هتجتذب اكتر عدد ممكن من العماله، وهتقدر انها طبعا تنهي لي مشكله البطاله اللي هي مشكله جامده جدا عندي. فيبقى ده يعني الاساس بتاعي ان انا بحاول احل المشكله. فيبقى اركز على الحاجات المهمه وبتديني اعلى عائد في اقل وقت ممكن، فبالتالي يبقى انا لو عملتها حليت المشكله دي بطريقه سهله. فطبعا يعني الفكره كلها ان انا لازم
احاول ان انا احل الحاجات دي بطريقه بحيث ان انا اوصل اللي انا عايزه في نفس الوقت في اقصر وقت ممكن. فيبقى عشان كده موضوع ان انا اركز على صناعات كثيره العماله دي. دي ماليزيا عملت كده مثلا. الالكترونيات احنا عندنا في سينا الحمد لله احسن رمله فيها سيليكون. فالرمال السيليكون دي هي بتبقى الاساس للصناعات اللي هي بزميها بتاعت الالكترونيات. حاليا دلوقتي انا بديها لايطاليا وللصين، بياخدوها بحوالي طن تقريبا ب 12 دولار، بيغسلوه ويرجعوه لنا بحوالي 90 دولار. طب ما اغسله انا يعني عمليه في منتهى البساطه عشان اعمل بيه الكريستال عصفور. طيب لو انا غسلته بقى وبقت الدقه او النقاء بتاعه 99 9 كذا، يعني بيسموا التسعات بقى، دي هي مثلا 3 تسعات او 4 تسعات او 5 تسعات. لو انا عملته انضف من كده شويه اقدر اعمل بيه فايبر اوبتكس، لو انا عملته اكتر شويه اقدر اعمل بيه تشيبس بتاعت الكمبيوترز، لو انا عملته شويه اعمل بيه الويفرز بتاعت الكمبيوترز، لو انا عملته انضف شويه اعمل بيه الفوتوفولتيك سيلز بتاعت الخلايا الشمسيه. يبقى انا عندي المورد وعندي الناس وعندي الناس اللي مستعدين يستثمروا وعندي الرمله موجوده في سينا، ولكن ما عنديش إدارة لهذه الموارد. لو عندي إدارة لهذه الموارد مصر، يعني أنا حضرت مؤتمر للإيكونومست وكانوا بيتكلموا على مصر بره، وكان ناس مختلفة من أمريكا وروسيا عمرهم ما بيتفقوا على حاجة. اتفقوا على حاجة واحدة بس، إن مصر دي لو أديرت مواردها كويس المفروض تبقى رقم 9 على العالم. إحنا حاليا رتبنا حاجة 40 يعني. طب ليه؟ عشان مش قادرين ندير هذه الموارد بطريقه مظبوطه. فهي الموضوع كله يعني موضوع بسيط، ولكن عايز واحد يكون فاهم ازاي يدير الموارد بتاعته عشان يوصل للنتيجه اللي احنا عايزين نوصل ليها. طيب موضوع التركيز ده راجل اسمه فاريتو كان قال بمنتهى البساطه، لا في 20% من الفاكتورز هي اللي بتطلع 80% من النتائج. لو انا ركزت على 20% دي هتبقى حاجة مهمة جدا. أنا بقى الإضافة اللي عندي إن أنا بقول بقى مش فريته بس 20%، لا ده أنا لو أنا جيت على الحاجات اللي هي بتطلع 20% دي اللي بتطلع 80% من الريزلتس دي ووزعت وقتي بالتساوي على كل الحاجات، لا أنا حطيت بقى 80% من وقتي على الحاجات اللي هي 20% المهمة دي. يبقى أنا كمان ضاعفتها 4 مرات تانيين، يبقى بقى 16 مرة مش 4 مرات بس. فممكن أطلع 1600%. فشوف اهميه التركيز دي، ان انا لو ركزت على حاجه مهمه، ودي يمكن ضيعت ناس كتير. يعني انا يعني كان عصام شرف يعني حاليا دلوقتي بقى صديق، بس طبعا ايام ما كان رئيس وزراء يعني عمل نفس الكلام ونفس الخطا اللي احنا بنسميه خطا استراتيجي فادح، انه قال انا عامل بنك افكار وكل الناس هتبعت لي هنفذ المشروعات بتاعتها، فجابوا 7500 مشروع في بنك الافكار. فانتهى بالامر ان هو ما نفذش ولا واحد، لان كل ما يجي يتكلم على حاجه يطلع له 20 واحد انا عندي احسن طريقه اعمل المشروع ده. وفي الاخر ما فيش طبعا كريتيريا عشان اعمل رانكينج للمشروعات دي. دي مشكله برضه ثانيه. فالمهم الموضوع ما يمشيش اعتباطا كده، لازم يمشي بتخطيط استراتيجي مظبوط عشان اقدر احدد ايه الاولويات بتاعتي وايه البريورتيز بتاعتي. طبعا ده اللي بيحصل في مصر. ما فيش فيجن، ما فيش انفورميشن، ما فيش اوبجكتيفز، فبتبقى في كونفيوجن وكونتينوس كايوس زي ما موجود في الشارع. ده يعني كل واحد عمال يخبط في الخفيف اللي جنبه، ومن اول ما نصحى الصبح لحد بالليل، يعني سواء في السواقه سواء في الشوارع سواء في العربيات سواء في كذا، ده اللي بيحصل. فيعني ده بالظبط. وناس كتير بتزعل لما بحط البتاع ده على الفيسبوك، بس يعني هي دي الحقيقه. هو ملهاش علاقه على فكره لا بامريكا ولا بمصر ولا باي حاجه. امريكا لو عملنا كده هيبقى نفس الوضع. لو يعني امريكا لما جم يغيروا السرعه بتاعت لما بعد 73 لما حطوا السبيد ليميت، اول حاجه قالوا السبيد ليميت بدل 90 ميل هتنزل ل 55. كان بالظبط في امريكا 250 مليون واحد بيسوق عربيات كلهم في مدخلهم. فلقوا الكلام ده مش هينفع، يعني عندهم بقى حاجه اللو انفورسمنت، هو اسم البوليس كده اسمها لو انفورسمنت، يعني هو
هدفه تنفيذ القانون، مهما كان القانون غلط مش غلط ملوش علاقه، هو لازم ينفذه لو انفورسمنت. فقالوا لا كده ما ينفعش، هنحط رادارات. ودي تبين قد ايه المقاومه للتغيير. اول ما حطوا الرادارات ابتدت الناس مش تلتزم، لا الناس ابتدت تحط اجهزه في العربيات بتاعتها عشان تشوف هل في رادار ابطأ، لو مفيش رادار يبقى اسرع، يبقى برضه عايزين يكسروا القوانين. لو هنا في مصر كورونا خلاص احنا مفيش فايده، احنا مصر دي ما تنفعش فيها حاجه. ليه؟ يعني معتبرين انها غير العالم تاني، لا مصر زيها زي اي دوله ثانيه في العالم. هم ما يسكتوش، يقول لك لا طب هنستخدم طيارات شراعي. تشوف طياره وتكلم البوليس وتقول له عربيه الفلانيه بالنيم بليت كذا ماشيه بسرعه كذا، فيوقفها ويعمل لها غرامه، لما يعمل كده ابتدى الالتزام يتم. يعني فهو فالالتزام ما بيجيش نتيجه التحضر ولا حاجه زي كده، بيجي قانون ونفذه على الجميع. سواء امير او سواء غفير. يتنفذ تلاقي خلاص وابقى عندي الافيلبل اوبشنز ليه، ما ينفعش كمان اجي مثلا امنع المرور في حته وانا ما عنديش مثلا اماكن للمرور او اماكن للوقوف. لا يعني فاي حاجه باخدها لازم افكر فيها الاول، وبعدين بعد ما احط قانون يبقى لازم يتنفذ، ما فيهاش حاجه. اول ما يحصل كده يبتدي الالتزام يحصل، الالتزام بعد شويه يتحول لعاده. هنتكلم على موضوع التشنج مانجمنت ده وازاي تاني. المهم يعني ده اللي احنا قلنا عليه الجزء اللي على الشمال، الناس بتشتغل اللي هي اداره عشوائيه بنسميها فراجمنتيشن ستراتيجي. الناس بتشتغل في اتجاهات مختلفه وبالتالي المحصله صفر، وبالتالي القارب هيفضل زي ما هو. نفس الشغل اللي بتعمل ده لو كله في اتجاه واحد هتلاقيهم ماشيين زي الصاروخ في هذا الاتجاه ناحيه الرؤيه. تبقى البدايه ان انا احدد الرؤيه وبعدين يحصل الالاينمنت دي. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. الصف يبقى ده الاداره الاستراتيجيه. يبقى حتى في القتال في الشغل في الصلاه اي حاجه، اول لما بحدد الرؤيه اللي هي الفيجن اللي هي القبله بقول لهم كذا، بقول ان تسويه الصفوف من تمام الصلاه او تسويه الصفوف من اقامه الصلاه، يعني جزء من الصلاه جزء من تمام الصلاه. فحاجه مهمه جدا، عشان كده يعني ربنا بيحاول يدششنا واحنا ما فيش فايده. يعني بيحاول يبين لنا اهميه ان انا اعمل اونلاين، اهميه ما ينفعش يبقى عندي 34 جزيره منعزله وكل واحده بتشتغل في اتجاه وبعدين ما اهتمش بحكايه الاونلاين. واحنا ما عندناش الحته دي. فيحاول يدينا غش تاني ما فيش فايده. يعني التالت ما فيش فايده زي ما هنشوف. طبعا وهي في عشرات الحاجات عن الموضوع ده، مش يعني حتى في الوقت وكده. طب ازاي انا بعمل الاستراتيجي ماب ده؟ بحدد حاجه بنسميها كي فاليو درايفرز، الحاجه اللي لها تاثير كبير قوي واقدر اعملها اداره بسهوله جدا مش العكس. يعني ما اجيش في حاجه ادارتها صعبه وبعدين احطها ككي فاليو درايفر، لا ده انا عايز حاجه تاثيرها جامد جدا وفي نفس الوقت I could manage it very easily. فانا اقدر اديرها بمنتهى السهوله، هي دي اللي بحطها في الفاليو درايفرز. عشان كده مشروع يعني مشاريع مثلا زي قناه السويس حاجه كويسه قوي، انما عايزه نظره استراتيجيه. يعني ايه نظره استراتيجيه؟ يعني ابص على كل الحاجات، ما ينفعش اعمل مشروع قناه السويس ده وانا ما عنديش كهرباء كفايه. وانا عندي مثلا انترنت بتاعي، اقول انا عايز اعمل لوجستيات ولوجيستكس ومش عارف ايه، وانا الانترنت الرانكينج بتاع مصر في الانترنت 178 من 184 دوله. يعني فالانترنت بتاعي ده يعني من ناحيه الكوست ومن ناحيه الكواليتي بنتسرق. ما ينفعش ان انا يبقى عندي هذه البتاع وبعدين اقول انا عايز اعمل انترنت، ده اللوجيستكس اساسها الانترنت. يعني هنشوف الكلام ده طبعا لما نبتدي نفهم وازاي نوفر 100 مليار وازاي نعمل الكلام ده من ريسورس. طيب الاستراتيجي ماب اساسها ان انا بحط يعني في الاول زي ما قلنا الاوبجيكتيفز، وبحط الحاجات الفاينانشال والكاستمر والانترنال بروسيس دي يعني تمثل الباست، والحاجات اللي هي تمثل الفيوتشر اللي احنا قلنا عليها اللي هي ليدنج انديكيتورز. يعني ايه تمثل الفيوتشر؟ يعني تحت لما اجي اعمل ليرنينج للتدريب للناس، انا بدرب الناس عشان عارف ان هو لو دربتهم هينتجوا كويس وهيبقى البرفورمانس بتاعهم احسن وهيبقى البيهيفير بتاعهم احسن. لو حطيت لهم سيستمز هيبقى السيستمز دي هتؤدي لزياده الانتاجيه.
فيبقى دي بسميها leading indicators. يعني already انما lagging indicators يعني بقاسها بعد الايفنت اللي هي الحاجات الفاينانشال already خلاص حصلت. طب انا هغيرها ازاي؟ عمري ما حد يقدر يغير الباست. عشان كده بنقول ما اقدرش اعمل leading لحاجه من خلال الفاينانشال indicators. اقدر اعملها من خلال leading indicators. عشان كده لما اجي اختار KPIs او مؤشرات اداء بيبقى ميكتشر بين الحاجات الداخليه والخارجيه, ميكتشر بين leading واللاجنج, ميكتشر بين financial و non-financial, ميكتشر بين الحاجات الانترنال والاكسترنال. عشان كده سموها balance. balance عشان كده هي متوازنه. متوازنه ليه؟ عشان بتوازن بين كل الحاجات دي. فمهمه قوي وانا بختارها ابقى فاهم الكلام ده. دي انا حطيتها اوريدي خطه استراتيجيه جاهزه عشان لو حد يجي يقول لي لا تتكلم على اي حاجه وخلاص. ادي الفيجن ان احنا عاملين نتاخر. طب انا احط الفيجن بقى الرؤيه بتاعتي ان انا عايز اوصل باقتصاد مصر يكون مثلا اكبر 30 دوله عام 2020 يعني بعد 5 سنين. طيب عشان اعمل كده ايه الاهداف الاستراتيجيه؟ لازم احط بقى الاهداف الاستراتيجيه, تطوير القيمه المضافه للثروات البتروليه والمعدنيه, تطوير القدرات العسكريه والتكنولوجيه كذا, رفع مستوى المواطن, تحقيق التنميه المستدامه, تحسين العلاقات العربيه كذا. حطيت الاهداف الاستراتيجيه. طيب كحاجات ماليه ايه الاهداف الماليه اللي انا عايز احطها؟ عايز ازود حجم الاقتصاد, احسن مستقبل الاقتصاد, ارفع مستوى معيشه المواطن, ازود الاحتياط الاجنبي, اقلل الدين الكلي والتضخم. طيب لو انا عملت كده يبقى دي اهداف ماليه طبعا يعني اكسلنت. طب الشعب عايز ايه؟ الشعب زي ما قلنا عايز اللي هو الكاستمر. عايز ايه؟ الكاستمر خرج في 25 يناير قال انا عايز اعيش حريه, عداله اجتماعيه. طيب لو عملت محو اميه وقللت البطاله وحاربت الفقر وحاربت الفساد وزودت الامن, مش هو ده يبقى الخمس حاجات اللي عايزها الشعب ولا عايز حاجه ثانيه؟ طيب اذا اتحقق الكلام ده يبقى اكيد الحاجات الماليه تتحقق. طب ازاي احقق الكلام ده؟ عايز يعني في الناس الحاجات الداخليه بقى اللي هي الحاجات اللبنيه دي يبقى لازم ارفع الانتاجيه, تحسين اداره الاصول. هنشوف دي مشكله لوحدها, دي تقريبا دي لوحدها توفر 100 مليار دولار. عمليه التنافسيه, ما ينفعش ابقى انا المؤشرات بتاعتي زي ما شفنا على مؤشر التنافسيه كنا عاملين حوالي 120 مؤشر في 12 بيلر او 12 جهه محدده, كل واحده فيهم يعني مستويات فيها زي الزفت. وفي الاخر خالص الانوفيشن يجي يقول لك احنا عايزين بقى نزود الانوفيشن. طب نزود الانوفيشن ازاي اذا كان اساسا ما فيش انترنت وما فيش مهندسين ويعني ناس بتوع ساينس وناس بتوع انجينيرنج وناس بتوع هندسه اللي هم اساسا هيخترعوا, وما فيش يعني الكواليتي بتاع التعليم مثلا 141 مش عارف 144, تعليم الاداره زي ما قلنا 144 و144 يعني. فبهذه المؤشرات ما ينفعش اجي ادور على الانوفيشن, يعني لازم ابص على جميع الحاجات كلها. طيب لو انا بصيت على الحاجات اللي هي التنافسيه والانتاج الرأسي والافقي للزراعه وتطوير حريه التجاره والحوكمه, هنتكلم عن ايه حوكمه لانها مهمه, تعظيم السياحه وتحسين النقل والصيد. طيب اجي ابص للمستوى الرابع اللي هو التعلم والابتكار, عايز ارفع كفاءه التعليم والاداره طبعا الرشيده, عايز اتوسع بالتكنولوجيا والبحث العلمي, عايز ارفع مستوى التامين الصحي والعلاج, عايز احرر الاعلام المرئي والمقروء, عايز احسن الوعي والثقافه للشعب. فلو انا الكلام ده اتحقق تحت يبقى اللي فوقيه هيتحقق, لو الكلام ده اتحقق يبقى اللي فوقيه هيتحقق, لو الكلام ده اتحقق يبقى الفاينانشال هيتحقق. طيب هل في مشكله غير ال 20 مشكله دول اللي قصادكم بتشغل باب القياده السياسيه او المفروض تشغل باب القياده السياسيه؟ هو يبقى احنا يعني واحده من الحاجات المشاكل الكبيره قوي ان احنا كل ما نيجي نكلم حد مسؤول يعني حاطين نكته كده على الصفحه بتاعتي برضو كان زمان يعني ايام بقى الكهف وكده كانوا اساسا العجله ما كانتش موجوده فكانت العجله مربعه, فناس بيجروا العربيه ومعاها عجله مربعه وانا رايح لهم معايا عجلتين مدورين, فيردوا عليا يقولوا لي احنا تو بيزي تو بيزي. فهو دي مشكله يعني مش قادر يسمعك ان انت عندك الحل اللي هو يريحه نفسه, يعني هو طول النهار بيتعامل بهذه ال 20 مشكله. فانا مش جايب له مشكله جديده يعني يجي يقول احنا مشغولين قوي ما عندناش وقت الكلام ده, ما هو حضرتك مشغول بال 20 مشكله دول. انا اللي انا بعملهم لك ان انا اخليك تبقى اكثر كفاءه واكثر فاعليه في تناول ال 20 مشكله اللي قصادك, مش جايب لك مشكله 21. انا بالعكس انا هخليك تبقى
أسهل وأحسن وأكثر كفاءة وأكثر فعالية في تطبيق الحاجات دي. فدي لسه مش داخلة شوية في أمكسابكم كل أسهل. الدور على حضرتك. نعم. هو الدور على حضرتك هي بتبدأ ما هو أنا بقى إيه سنة. أنا بقى إيه سنتين يعني في هذا أو ثلاث سنين يعني. من أول الثورة. كمان. إن شاء الله. بس يعني بنبعث وبنبعث رسائل وبنطلع في التلفزيون وبزعلهم. يعني هو مشكلة ايه ان مكيك تقوله مثلا حاجة يعني تزعله ياخد بقى الزعل ده ويقول لك خلاص انا مش عايز اسمعك. يعني انت جاي تكلمني عن استراتيجية، ده انا راجل عسكري كنت بدرسها وانا في ابتدائي، ده انا اللي علمك عن استراتيجية. اقول له الرؤية مش معرفة مؤتمر صحفي، يقول له الرؤية ده احنا اللي نعلمك يعني ايه الرؤية. فيعني عارف حتى يعني مشكلة ان احنا بنسميها دي اللي هو يعني اول مستوى ده في هنتكلم عليها يعني في الإدارة، إنما ده unconscious incompetent يعني جاهل ما يعرفش إنه جاهل. أوكي؟ فده unconscious incompetent يعني معلش لو نذكر علي بن أبي طالب كان بيقول للرجال أربعة. أوكي؟ أول واحد رجل لا يعلم ولا يعلم أنه يعلم فهو أحمق فاجتنبوه. دول اللي هما يعني أول stage. تاني ستيج بقى لما يعرف ان هو جاهل. اوكي يعني رجل يعلم انه جاهل خلاص ده يعني بقى ده تاني ستيج بقى ده جاهل تعلمه. فيبقى في يعني اللي هو احنا بنسميه يعني اول مرحلة الـ unconscious incompetence، تاني مرحلة بيبقى conscious incompetence يعني برضو بيبقى عارف بقى ان هو جاهل فيبتدي يسمع. لما يبتدي يسمع يبقى هيبتدي يتعلم ويبتدي يتغير يوصل لمرحلة ثالثة اللي هي بنسميها conscious competence يعني بيطبق الكلام اللي انت قلت عليه ده بس بيبقى صعوبة بالغة لأن أول مرة هيعملها. وبعدين المرحلة الرابعة بنسميها unconscious competence يعني خلاص بقى تعود ويبقى ليه التعود عنده ان هو يعني يبقى كفء جدا زي الناس بتوع الفورتشن 500. اشتغل ناس دول عاديين جدا. انا اشتغلت معاهم 25 سنة بره وما اشتغلتش معاهم كزميل، انا اشتغلت معاهم كمانجر، انا كنت المدير بتاعهم. يعني كانت طبعا رحله كفاح ان انا اوصل للمدير بتاعهم، لكن في النهايه بني ادمين زينا طبيعيين جدا بس بيشتغلوا بالوسائل احسن وسائل اداريه واحسن وسائل تكنولوجي. فبيعملوا الواحد فيهم بيعمل 4.5 مليون دولار. شركه زي اكسون موبيل دي 100,000 واحد بيعملوا 450 او 500 مليار دولار. قد اجمالي الناتج القومي المصري مرتين. دي شركه واحده. أنا كنت بشتغل مع كونسورتيوم في خمسة، كل واحد من الخمسة بيعمل الحكاية دي. قدينا مرتين، كل واحدة فيهم شركة زي بريتش بتروليوم 40,000 واحد. بيعملوا نفس ضعف الناتج القومي الإجمالي بتاع مصر اللي هو 90 مليون، يعني 40,000 بيشتغلوا قد 90 مليون. فقدهم مرتين كمان. وإيه يعني 90 مليون معاهم قناة السويس ومعاهم موقع ومعاهم بلد ومعاهم كذا ودهم شركة. لا هي مش كويس يعني زي ما نقول هي اداره هي مانجمنت الكواليتي جزء صغير من الموضوع يعني الفريق عايزه اراده واداره تمام. هو يعني طبعا عشان كده احنا بنقول يعني ندخل فيها دلوقتي يعني انا برضه هركز على الحكايه دي موضوع الاختيار. يعني هو اللي بوظ الموضوع من ايام الثوره 52 اربع حاجات في نوع. اول واحده عمليه التنافسيه، ثاني واحده عمليه التحفيز، ثالث واحده عمليه الكواليتي، رابع واحده عمليه اهل الثقه واهل الخبره. يعني كان دايما الفكر كله لا ما اجيبش انا واحد زي ما قلنا يعني يكون كفء، لا اجيب واحد يكون اهل الثقه حتى لو مش كفء. ففي النهايه يعني فعلا ده اللي وصلنا له. عشان كده عمليه الانحدار اللي حصلت جراجوالي ما حصلتش مره واحده، يعني ما نزلناش من ورده اللي كنا مثلا 10 دوله ولا 9 دوله ولا حاجه ونزلنا بقينا رقم 144. لا نزلنا تدريجيا على مدة 60 سنة. وده واضح جدا في يعني في العملة، دايما العملة تبقى واضحة، يعني بص على العملة تلاقي
في الاول اعلى من البنين الاسترليني، بعدين ابتدت تبقى كذا زيارة، وبعدين تبقى اقل، وبعدين تبقى اقل، وبعدين تبقى اقل، وبعدين تبقى اقل، لحد ما دلوقتي الجنيه الاسترليني 11 مرة. فده يعني بيبقى دايما تدهور بيبقى تدريجي. عشان كده هنتكلم على الحاجات دي كلها. البداية لازم احط طبعا ده مهم من الرؤية ده. يعني اول خطوة مش ممكن اكون رايح في اي حتة الا ما اعرف انا رايح فين. يبقى البداية لازم احط الرؤية ده. الرؤية اللي احنا قلنا عليها ده بنقول في الصلاة ربنا بيبشرنا، اول حاجة بنسأل عليها هي القبلة فين؟ القبلة كذا. طيب يبقى نبتدي نسوي الصفوف. يبقى البداية احط الرؤية، وبعدين احط اهداف، وبعدين اعمل خريطة استراتيجية. طيب احنا قلنا مبدأ مهم جدا ان احنا لازم عشان ندير حاجة لازم نهدها. يبقى لازم تحط البالانس سكور كارد. البالانس سكور كارد سيبكوا انها تبقى يعني ارقام وحاجات زي كده، انما عملية مقارنة بساطة. تاخد اي حاجة هنا زي حرب الفقر مثلا، يبقى لازم اهدها. ليه لازم اهدها؟ عشان تحدد مين المسؤول عنها ومين الداعي ليها. طيب عشان نفهم مثلا محاربة الفقر، محاربة الفقر في 2008 مصر وقعت مع الأمم المتحدة حاجة اسمها الميلينيوم ديفلوبمنت جولز أو أهداف الألفية الثانية. قلنا إن نسبة الفقر هنقيسها وهننزلها النص. قسناها كانت نسبة الفقر 16.3، المفروض إن احنا ننزلها النص على سنة 2015 اللي احنا فيها، سبتمبر 2015. فدي اتفاقية احنا ماضيين عليها قصاد حاجة و90 دولة و190 مؤسسة، وحاجة يعني انترناشونال، وكل دول العالم مرض عليها. كل دول العالم الحمد لله نجحت في تحقيق اهدافها. مصر جت السنة دي بتقيس نسبة الفقر لقيتها 26.3، يعني ما نزلتش النص، زادت النص او اكثر شوية. طب ليه؟ عشان ما حددناش اي مؤشر هنا. زي ما قلنا لو بصينا اول حاجة هنا بعد مؤشر الاداء الرئيسي هنلاقي فيه حاجة اسمها المالك. المالك ده لازم اونر. انا حاطط هنا مثلا ministry of finance PM يعني prime minister، minister of interior ولا education minister يعني whatever. يبقى لازم وزير هو اللي مالك هذا المؤشر، والداعم ليه اللي هو فوقيه، سواء deputy prime minister لو كان نائب رئيس وزراء. عشان لو حاولنا فعلا نصلح الهاكس اللي عندنا ده ان واحد تحتيه 34 وفي حاجه اسمها نطاق التحكم، يبقى لازم احط نواب للرئيس الوزراء عشان يبقى كل مثلا مجموعه اقتصاديه لوحدها، مجموعه اجتماعيه لوحدها، امنيه لوحدها وكده. هنشوف الامارات عامله الكلام ده عشان نقدر ندير. ما ينفعش واحد يدير 34 وزير، دي مش ممكن تحصل في العالم. زي ما قلنا لو كل واحد نص ساعه 17 ساعه، لا يمكن يقعدوا في اجتماع 17 ساعه، هم بيقعدوا ساعه ونص بس. فساعة ونص دي ثلاثة اللي بيتكلم، ثلاثة وفقط اللي مع الأجندة، والباقي فعلا بيروحوا يتصوروا مش هزار. يعني أنا بقول لهم الناس بتزعل بس هو ده دي الحقيقة. يعني لو حد فيهم يقدر يكذبني قلت يعني بيعملوا إيه بالظبط في الاجتماع. المفروض ما يبقاش سبان كنترول. زي ما قلنا أمريكا عاملاها 14. الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد الأحاديث بيقول لك من ولي على 10 أنفس، يعني معناها السبان كنترول المفروض يبقى 10. الدراسات فعلا المفروض تبقى 10. يعني فهي كلها 14 15 دي تبقى يعني ماكسيمم خالص، انما ما تبقاش 34. يعني 34 دي مش الحال. ان هو يعني وزير الكهرباء مثلا، وزير الطاقه اللي هو طول النهار وزير البترول، بيبقى في كل العالم اسمه وزير الطاقه. اوكي ليه؟ عشان وزير الطاقه ده المستري انرجي، يبقى الكهرباء دايما طول النهار تقول لك انا ما بيجيليش غاز، والراجل بتاع البترول طول النهار يقول لك انت مش عارف تدير محطاتك. فيبقى بدل ما يتخانقوا كده حطهم في وزاره واحده اسمها الانرجي، ودي موجوده في امريكا وموجوده في اليابان وموجوده في المانيا وموجوده في انجلترا وموجوده في كل دول العالم الا مصر. احنا مصر يعني كل ما تيجي عندك مشكله تقول لك اعمل لها وزاره. لا، هي الموضوع مش تعامل الوزارات، انت كل ما تعمل وزاره تعمل مشكله. انت عندك دلوقتي 7 مليون واحد موظف بيشتغلوا في الجهاز الحكومي، مش في الجهاز الحكومي اللي هو فيه دكاتره لا ومدرسين، لا المدرسين دول تبع وزاره التربيه والتعليم. انا بتكلم على اداري 7 مليون واحد، العدد معروف على مستوى العالم. كل بني ادم بيقدر يعني يغطي 80 واحد من عدد السكان، يبقى 80 مليون محتاجين مليون. فعندك 6 مليون زياده في الجهاز الحكومي. ال 6 مليون زياده دول معاهم 4 مليون بطاله بجد بقى، يبقى 10 مليون دول بطاله، سواء بطاله مقنعه اللي هم 6 مليون او بطاله حقيقيه اللي هي 4 مليون. دول هنقول
برضه حلهم ايه هنتكلم عليه دلوقتي. يبقى الفكره بس ان انا احط الاول مؤشر اداء، كل مؤشر اداء بحط فيه مين المالك بتاع المؤشر ده ومين الداهم، ايه المستوى الحالي، عشان ما ينفعش مثلا واحد زي البترول مثلا اجي اقول له والله انا عايزك بقى تبقى زي اكسون موبيل من بكره كده تنتج لي مش عارف 500 مليار ليوم. فلازم يبقى التحسن من المستوى الحالي مثلا في 20% او 30% اعلى، فيبقى احط الهدف اعلى من المستوى الحالي، وبعدين بحط التمايز اعلى من الهدف كمان، وبعدين احط حد الخطر اقل من المستوى الحالي، بحيث ان انا ابقى فاهم الراجل ده بقى احسن ولا اوحش ولا زي ما هو. وبعدين ادي اوزع فبالانس سكور كارد 25% على كل برسبكتيف من دول، واوزع على كل هدف من دول 5% او 6 او 7 لو كان هو حاجه مهمه، واقلل التانيين بحيث يبقى التوتال زي ما هو 25% في كل ربع من دول. واطلع له في الاخر حاجه بنسميها اشارات المرور، اصفر او اخضر او احمر. فيبقى اول ما ابص لمؤشر اداء كده اعرف ده اخضر يبقى الراجل ده كويس، اصفر يبقى نص نص، احمر يبقى لازم يتغير. فيبقى في منتهى السهوله انا عايز اركز على الحاجات الحمراء اللي هي قليله جدا، هتبقى تقريبا حوالي 10% من ال 20، يعني يا دوبك اوحش حاجه اقدر اركز عليها بسرعه يبقى هي دي اللي اصلحها. وبعد كده المناطق الصفراء اللي هي 20% والاخضر اللي هو 70% مش ههتم بيه، يبقى ده مؤشرات كويسه. فيبقى بالطريقه دي قدرت ان انا اركز على حاجات مهمه جدا، واذا حلتها هلاقي التاثير بتاعها رهيب جدا في اقل وقت ممكن. فهي دي الفكره كلها في الاداره، انا عايز بحط سيستم او منظومه بحيث اقدر اديرها، اقدر اوصل لاسرع نتيجه في اقل وقت ممكن واعمل احسن امباكت. طيب اختار انهي مشروعات بقى عشان تبقى مشروعات هي دي الاستراتيجيه النافذه؟ اختار المشروعات اللي بتحسن الاداء بتاع مؤشر الاداء ده، اللي هو خلي بالكم مربوط بقراءه بتاعت اللي هو الفاليو درايفرز او القيمه الدافعه على الخريطه الاستراتيجيه، اللي هو لو اتحقق هيحقق هذا الفيجن، هيحقق الرؤيه دي، يبقى كل حاجه مربوطه ببعضها، يعني الفكره كلها ان انا لو عملت كده هوصل للرؤيه اللي انا بتكلم عليها، ولما انزل للمستوى تحتيها برضه بعمل نفس الكلام. فيبقى كل الخطوات اللي انا بعملها بتبقى متظبطه او متربطه مع بعضها بحيث توصلني في الاخر ان انا احقق الرؤيه بتاعتي، فما بقولش رؤيه وخلاص، لا ده انا بقى اقدر اوصل لتحقيق هذه الرؤيه بمنتهى السهوله. طيب دي يمكن الثلاث اجيال اللي اتكلمنا عليها، ان في الاول عملوا البالانس سكور كارد في الاربع مناظير دي وكان بيبصوا بس لمؤشرات اداء رئيسيه، ده كان الفيرست جنريشن بتاع البالانس سكور كارد اول ما طلع في التسعينات. بعد كده لقوا انه مش ممكن يحقق الالاينمنت والحاجات اللي زي كده بين شركات او بين وزارات او بين حاجه الا ما يبقى في خريطه استراتيجيه، فابتدوا يعملوا خريطه استراتيجيه عشان يحصل موضوع الالاينمنت. ثالث حاجة ابتدوا يكشفوا أهمية اللي يبقى فيه فيجن، إن لو في رؤية زي ما قلنا في حكاية البرازيل، لا ده 195 مليون واحد شافوا الرؤية دي وقالوا إحنا لازم نبقى رقم 10 على العالم، فكل واحد بقى يعملها. يعني إحنا اتكلمنا على إندونيسيا شفنا إنها وصلت بقى تبع التركية بقت رقم 16، مش معناها إنهم خلاص دلوقتي ناموا، لا دلوقتي حاطين هدف ليهم 2022 عايزين نبقى رقم 7. فننزل في المطار نلاقي احنا هنبقى رقم 7 في سنة 2022، تروح تكلم في المدارس 2022 هنبقى رقم 7، تروح تكلم في الاعلام 2022 هنتكلم، مش واحد يقول لك لا انا مع انا الرؤيه بتاعتي بس ما مش هقولها لحد، او كنا بنتكلم مثلا ايام مرسي يعني يقول انا الرؤيه بتاعتي بس سريه، فيعني ايه سريه؟ يعني بيدخل يتكلم مثلا في الحمام مع نفسه فيها، يعني انا مش فاهم يعني. فدي الفكرة، عايز رؤية يبقى لازم تبقى رؤية معروفة للناس كلها عشان يحصل عليها alignment، يحصل استفاق والناس كلها تشد في هذا الاتجاه. فده يعني تمام. فيعني يمكن هما مش بس عملوا كده، قالوا هو مين اللي هيعمل المؤشر الأداء؟ دي حتة مهمة جدا يعني، لأن برضه وزير التخطيط كان بيقول أنا أحسن وزير تخطيط في العالم. فقلت له إزاي؟ قال لي انا بعمل مؤشرات اداء وانا بناء على مؤشرات الاداء دي احسن وزير تخطيط في العالم. فقلت له حضرتك بتراقب نفسك يعني؟ طب ما كل واحد بيراقب نفسه، انا اكسلنت وانا مش عارف كذا.
فالعالم كله أجمع عشان نعمل حاجة زي دي، عايزين واحد برا الحكومة هو اللي يعمل، أو جهاز برا الحكومة هو اللي يراقب الحكومة، مش الحكومة اللي تراقب نفسها. فالجهاز ده في الإمارات سموه المكتب التنفيذي، في كل إمارة من الإمارات عاملين مكتب تنفيذي، وعلى المستوى الإمارات كلها اللي هي السبعة حاطين مكتب تنفيذي. في ماليزيا سميهم مكتب الخبراء، في البرازيل سموه مش عارف مكتب الإدارة الاستراتيجية. الناس اللي هم في أربعين سكور كارد نفسهم بيقترحوا إن هو يكون اسمه الأوفيس استراتيجيك مانجمنت، وقالوا إن هو بيعمل كذا وكذا وكذا، وحطوا الصفات بتاعته ويعمل إيه بالظبط. لو أنت ما عندكش الكلام ده، يعني أوريدي العالم عامل لك شغلك، يعني في تقرير التنافسية هو ده تقرير التنافسية، مش بس قايل لك أنت مشاكلك إيه، حاططها لك ديسيندينج أوردر، حاططها لك بالترتيب تنازليا، يعني نقدر نبص عليها ونشوف البوليسي ستابيليتي أو الوحدة، وبعدين تاني واحدة كذا، وتالت واحدة كذا، رابعة واحدة كذا، وحاطط 12 بيلر، وكل دي مؤشرات أداء بالنسبة لمصر، يعني ده دي صفحة من الصفحات. التقرير نفسه حجمه طبعا رهيب جدا، 576 صفحة، لكن في صفحتين بس على مصر، طبعا فيهم الشفا، يعني فيهم كل حاجة محتاج تعرفها عن هذا البلد. يبقى بمنتهى السهولة تقدر تبص، تقدر تعرف الرانكينج بتاعك ايه. هتلاقي لو بصينا في حكاية التعليم زي ما قلنا، التعليم اللي هو المانجمنت سكولز، هتلاقي اوريدي احنا رقم 144 في 144 دولة، يعني وهكذا بقى كل حاجة. هتلاقي لما توصل للرقم 12 اللي هي الانوفيشن، تعرف الفاكتورز بتاعتها ايه. يبقى تبص رقم 11 لازم تبقى كويس، ولازم تقدر تحط ايه اللي تركز عليه بالظبط بمنتهى السهوله. يعني هم عاملين لك كل الشغل بحيث ان انت بس محتاج الاراده، محتاج الاداره، محتاج الاراده عشان تنفذ الكلام ده. ده طبعا مؤشر برضو عمليه ان بيبص التوزع الدخل في العالم كله. يعني من ضمن الحاجات اللي هو دايما بتتقال على مصر ان هي الناس اغنياء، فرق كبير قوي بينها وبين الفقراء، وده كلام مش مظبوط. يعني الحدث الكلام دوت ان هو يعمل جزء من السلام او يبوظ السلام الاجتماعي. احنا بالعكس ترتيبنا رقم 12، يعني في التفاوت الدخل بين اعلى ناس، يعني ما بقاش في حد غني خلاص، يعني الحمد لله قضوا على الناس كلها اللي معاها فلوس، بحيث فاضل واحد ولا اثنين. انما لما تاخد اغنى ناس فعلا 10% منهم، وافقر ناس 10% منهم، تلاقي الريشيو 30.77، ودي بتحطك رقم 12. يعني طبعا وبعدين الفرق ده بيزيد بيزيد بيزيد.